الاخوان لتقديم شواهد تقديريه للشرطيات العاملات بولايه ام تطوان اللي تقدم مشكور. قبل ذلك سيقوم السيد والي ولايه ام بتلاوه كلمه السيد المدير العام للامن الوطني اللي تقدم مشكور. كلمة السيد المدير العام للأمن الوطني احتفاء بالنساء الشرطيات بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحديدا لليوم العالمي للمرأة الذي هو مناسبة سنوية لتجديد الشكر والثناء لفئة النساء، يتشرف السيد المدير العام للأمن الوطني أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أطر وموظفي الأمن الوطني من أن يتقدم بأسمى عبارات التهاني وأصدق التبريكات لكافة نساء الأمن الوطني بمختلف رتبهم وأسلاكهم.